المره دي الامر مختلف شويه. احنا هنشرحه طبعا على الشاشه عشان حضراتكم تبقى داخلين في الملعب على طول وعارفين كويس قوي الاهلي هيلاعب مين وبقوه الترجي عامله ازاي وخط دفاعهم عامل ازاي وخط وسطهم عامل ازاي، حتى المدرب مش هنسيبه في حاله. لكن في النهايه خليني اقول لكم، يعني هم بيقولوا لي دلوقتي هشام حسن واحد دقيق قوي دقيق قوي هشام حسن، قال لي لا تقنيه الفار اتطبقت في السوبر الافريقي السنه اللي فاتت ما بين الوداد ومازيمبي. انا بتكلم على دوري الابطال، يعني السوبر الافريقي كان ما بين الوداد ومازيمبي السنه اللي فاتت على العموم، انتهى طبعا بفوز الوداد 1-0 تقريبا في الدقيقه 86 من ركله جزاء او 82 حاجه كده. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. فرقه الترجي مع الاهلي مواجهات كتيره جدا، معظمها بيتمتع بمشاهده عاليه جدا حتى في الادوار العاديه او حتى في الادوار التمهيديه. خليني اقول لكم ان حتى في دوري المجموعات وهي بطوله او اسف يعني مباريات بيبقى فيها اكنك دوري بالظبط، بيبقى ما فيهاش حاجه فاصله ولا فيها حاجه نهائيه، وده اتكرر مع الاهلي تقريبا مع الترجي حوالي مرتين او ثلاثه، مره كانت في الكونفدراليه ومرتين كانوا في دوري الابطال. لكن خلينا نتكلم من خلال الارقام بقى مع بعض قبل ما نشرح التشكيله والامور الفنيه ونمشي مع بعض فيها. خلينا اقول لكم ان الاهلي والترجي قابلوا بعض 18 مره، 18 مره، وده عدد كبير جدا في المواجهات العربيه الافريقيه، عدد كبير جدا في بطوله او بطولات افريقيا المختلفه، معظمها كان في دوري ابطال افريقيا، المعظم كان في دوري ابطال افريقيا. لا لعبوا 18 مره، الاهلي فاز في 7 وتعادلوا في 8 والترجي فاز في 3 واهداف الاهلي 19 وعليه 11. لكن هنقف وقفه هنا مع الارقام اللي ما بين الاهلي والترجي، هنلاقي ان الاهلي لما كسب 7 كسب الترجي التونسي 7 مرات، تخيلوا ان منهم اربع مرات في رادس، يعني 4 مواجهات من اصل 7 فوز للاهلي في رادس، 3 كانوا 2 منهم على استاد القاهره، الثلاثة الفوز اللي كانوا داخل مصر، يعني ثلاثة في استاد ثلاثة في داخل مصر، 2 كانوا على استاد القاهرة، كانت نتيجة 3-0 في دوري المجموعات 2006 أو 2007 2008 حاجة كده، ومرة في قبل نهائي طبعا الشهير بتاع انورامو لما كسب الأهلي 2-1 كان الهدفين لمحمد فضل وأحمد فتحي. المواجهة الثالثة اللي كسب بيها الأهلي الترجي هنا في مصر كانت في الكونفدرالية تحديدا في 2014 واللي فاز فيها الاهلي 3-0 كانت في استاد السويس، لو تتذكروا الاهداف كانت لمؤمن زكريا هدف وكان عبد الله السعيد احرز هدفين، دول الثلاث مرات اللي كسب الاهلي الترجي فيهم في مصر هنا، لكن الاربع مرات اللي كسبهم الاهلي هناك كانت في رادس، مره كانت او مرتين كانوا بنتيجه واحده اللي هي 2-1 موسم 2012 النهائي الشهير والمعروف جدا كل الجماهير الاهلاويه عارفاه 2-1، الاهداف كانت لجده ووليد سليمان، والمره الثانيه 2-1 كانت السنه اللي فاتت الاهداف كانت لعلي معلول واجاييه، ومرتين 1-0، يعني مرتين في رادس 2-1 ومرتين 1-0، مره كانت 1-0 بهدف لجون انتوي لاعب المقاصه في الوقت الحالي، والمره الثانيه اللي كانت السنه دي تحديدا على ملعب رادس وكان الهدف خاص بوليد ازارو. يبقى 4 مرات من اصل 7 فاز فيهم الاهلي، 4 في رادس هناك في تونس و3 هنا في مصر. طب نرجع بقى للاهم، للبطوله الاهم او اللي احنا فيه او العصر اللي احنا فيه او المباراه اللي بينتظرها كل افريقيا. عايز اقول لكم من خلال الارقام قبل ما نتكلم برضو على الامور الفنيه، من خلال الارقام تخيلوا ان الترجي دي المباراه رقم 12 بالنسبه له او 13 بالنسبه له اللي جايه دي، مباراه الاهلي 13 السنه دي بالنسبه له، والمباراه النهائيه هتبقى ال 14 بالتاكيد. لكن خلال ال 12 مباراه اللي لعبهم الترجي وخاض بيهم كل البطوله لحد ما وصل لمواجهه الاهلي عنده شويه ارقام. شيل الارقام دي يا سمير بعد اذنك لان هقول ارقام من السنه دي بقى. عنده شويه ارقام عجيبه غريبه جدا عجيبه جدا. الترجي لعب 12 مباراه تخيلوا ان هو احرز 15 هدف من ال 12 مباراه اللي خاضهم الترجي السنه دي في البطوله بتاعت السنه دي 2018، جاب من ال 12 15 هدف. ماشي مفيش مشكله، 15 من 12 يعني معدل الاهداف جول وشويه جول وحته، لكن الاغرب انه جايب 13 في رادس على ملعب الترجي التونسي وهدفين بره ارضه، يعني خلال ال 12 مباراه جاب هدفين بس بره ارضه. طب الاهداف اللي دخلت فيه بقى تخيلوا انه دخل فيه 8 اهداف. العجيب جدا 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 انه دخل فيه 8 اهداف 7 على ارضه، يعني الطبيعي جدا حتى لو دخل فيك 8 اهداف وده عدد مش قليل يعني، لكن الطبيعي مثلا يبقى 6 بره ارضك وهدفين على ارضك، لا ده هو عامل المعادله الاصعب في 7 اهداف على ارضه. الاهداف كانت هدفين في كامبالا سيتي لما كسب كامبالا 2-1 او 3-2 اسف، وهدفين لما لعب قدام اول اغسطس في المباراه اللي فاتت وكسب 4-2، وهدف في النادي الاهلي اللي هو جابه وليد ازارو، وهدف
للنجم الساحلي لما كسب النجم الساحلي 2-1 في دور الثمانية، وكان هدف في الأدوار التمهيدية الأولى. والهدف الوحيد اللي دخل في الترجي التونسي بره أرضه من أصل 6 مباريات، لما أنت بتلعب 12 أكيد في 6 جوه و6 بره، يبقى في 6 اللي خارج أرضه دخل فيه هدف واحد بس كان من أول أغسطس بس كان في الدور اللي قبل النهائي. يعني تخيلوا كل الأدوار اللي خاضها الترجي سواء كانت تمهيدية أو دوري المجموعات أو الدور الثمانية أو الدور قبل النهائي دخل فيه جول واحد بره أرضه بس كان من أول أغسطس، وده مؤشر يدينا علامة أو دلالة سواء كانت فوز أو تعادل. يبقى إذن الترجي ما خسرش بره أرضه خالص غير مباراة واحدة بس أو قدام أول أغسطس لما خسر 1-0. يعني الرقم ده أنا وقفت عنده لأنه عجيب شوية، يدخل فيك 8 أهداف من أصل 12 مباراة، 7 على أرضك، دي أعتقد أنها كتيرة شوية، جول واحد بره أرضك. إذن حالة التركيز خارج للترجي التونسي بره أرضه بتبقى عالية جدا 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 بدليل الأرقام اللي أنا قلتها دلوقتي. طيب اللي بيتولى المسألة الفنية أو القيادة الفنية في الوقت الحالي لفرقة الترجي واحد عنصر شاب جدا جدا في الكرة التونسية وعالم التدريب التونسي، هو معين الشعباني. معين الشعباني ده اللي قدامكم ده، معين الشعباني ده واحد من العناصر الجيدة جدا جدا والمتلازمة مع فرقة الترجي بقاله سنوات. يعني كان مساعد مع الفوزي البنزرتي في السنة اللي فاتت، وكان مساعد قبل كده كان درجة كان يعني مدرب ثالث وبعدين بقى مدرب عام مع فوزي البنزرتي أو ما قبل فوزي البنزرتي حتى، وبقى مساعد أو مدرب عام مع خالد بن يحيى اللي هو كان قبليه على طول واللي بدأ البطولة الأفريقية وتم إقالته من حوالي شهر ونص ولا حاجة يعني. لكن معين الشعباني هو مواليد تخيلوا 81، يعني الراجل اللي قدامكم ده اللي هو هيتولى القيادة الفنية في نهائي هو الأكبر والأقوى في القارة الإفريقية عنده 37 سنة. الراجل ده عنده 37 سنة، هو المدير الفني لفرقة الترجي التونسي اللي هيقابل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمعة اللي جاية يوم 2 نوفمبر، والنهائي الختامي هيبقى 9 نوفمبر في ملعب رادس. صفاته هو جيد جدا بالتأكيد، يمكن أنا كمان على المستوى الشخصي تعاملت معاه واتكلمنا كتير جدا، لكن حالته داخل الملعب أو أثناء الملعب تميل شوية للعصبية، يعني مع ردود الأفعال بتاع فرقته أو ردود الأفعال حتى بتاعة الفرقة اللي قدامه أو الجهاز الفني في الحتة التانية بيبقى ساعات مركز معاهم شوية، يعني ممكن كان يبقى بيننا وبين بعض مناوشات، لكن في النهاية كل الاحترام والتقدير ليه لأن هو شخصية محترمة جدا وجديرة بالاحترام، وممكن حتى مع قرارات الحكم أكتر واحد كان بيتكلم مع الحكام، أكتر واحد من الجهاز كان ممكن يتكلم مع الحكم سواء قبل اللقاء أو أثناء اللقاء أو بين الشوطين، لكن هو عقلية فنية لما تيجي تتكلم معاه بعد اللقاء أو قبل اللقاء تعرف إن هو دماغه كورة، الدماغ بتاعته هو دماغه زي كده، بدأ الشعر يروح يعني الشعر كله بدأ يروح زيي، لكن هو دماغه كلها كورة. الراجل اللي قدامكم ده عنده 37 سنة، متولي القيادة الفنية لفرقة الترجي، بيثقوا فيه جدا جدا هناك بدليل إن هو كان مساعد مع فوزي البنزرتي وكان مساعد مع خالد بن يحيى، والنهارده بيتولى القيادة الفنية. شخصية كويسة، ردوده كويسة، تعامله في الملعب كويس، بيوجه كويس، يعني مسيطر ولا لا ده اللي هنعرفه بعد كده، لكن في النهاية ده مؤيد أو معين الشعباني، معين الشعباني المدير الفني لفرقة الترجي التونسي. طيب هل معين الشعباني هيلعب بنفس الأسلوب اللي كان بيلعب بيه فوزي البنزرتي أو حتى خالد بن يحيى؟ ما أعتقدش خالص. ليه؟ فوزي البنزرتي كان له مدرسة خاصة، فوزي البنزرتي عنده مش مسألة الأنا عالية، يعني عنده حتة الكرة الهجومية على طول، دايماً خط دفاعه واقف لقدام شوية، يعني بيقابله من قدام شوية سواء كان داخلياً أو خارجياً، وأكبر دليل على كلامي السنة اللي فاتت لما لعبناهم في برج العرب وتعادلنا 2-2، في أول 10 دقايق أحمد الشيخ جاله انفراد ووليد أزارو جاله انفراد، حتى البنالتي اللي عمله وليد أزارو أو اللي جابه وليد أزارو وكان متسبب فيه وأحرز منه عبد الله السعيد لو تتذكروا، كان الخطوط مفتوحة، المسافات ما بين الباك والسرد باك كانت عالية جدا، وحتى معز الدين بن شرفية الحارس المرمى كان بيأكنه ليبرو شوية. فدي شخصية فوزي البنزرتي اللي هو بيلعب كرة هجومية على طول داخل أرضه بره أرضه، يعني النتيجة إيه، النتيجة كام، فاضل قد إيه من اللقاء، ودي كلها حسابات ووجهة نظر شخصية إنها حسابات في بعض الأوقات تبتعد عن المنطق أو الواقعية، لكن في النهاية ده الراجل ده معين الشعباني تعامل مع فوزي البنزرتي وكان مساعد ليه. بعد شوية تمت إقالة فوزي البنزرتي، وكان السبب الرئيسي من إقالة فوزي البنزرتي هو فوز الأهلي هناك عليه 2-1، وبعدين اشتغل مع خالد بن يحيى. طريقته في اللعب أعتقد إنها هتختلف شوية. هتختلف ليه؟ هتختلف لأن هو عارف الأهلي كويس قوي،
ودارس الاهلي كويس قوي، مش من المباريات اللي احنا فيها بس، لا ده من سنين وسنين وسنين وسنين، ومرت عليه احداث كتيره جدا في ذهنه. كان هو متفوق في النتيجه وعايز يعني نتيجه معينه لصالحه، هي الاقل من المكسب مثلا زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان متعادل 2-2 هنا وعايز نتيجه اقل، فلما اتعامل مع الاهلي باسلوب معين ما نفعش. فاعتقد ان هو في خيالاته او في ذهنه كيف يتعامل مع الاهلي داخليا وخارجيا، وده هيزيد من صعوبه مواجهه الاهلي مع الترجي التونسي. ان الراجل ده صغير في السن صحيح، لكن ما اعتقدش ان حد يبص له ان هو صغير، ده عنده خبرات كتيره جدا وكبيره جدا، وتحديدا مع الاهلي يعني في كل المواقف بقى، يعني سواء كان متعادل مغلوب فايز متقدم اثناء اللقاء ولا حاجه، فالخبرات دي كلها بيجمعها الراجل في ذهنه. ايا كان بقى دماغه هتبقى ماشيه ازاي وهيتلعب ازاي، احنا اعتقد ان احنا يعني مش محتاجين حد يقول لنا التشكيله هتبقى عامله ازاي في فرقه الترجي، لان احنا حافظينها عن ظهر قلب، زي ما حافظين فرقه الاهلي وطريقه اللعب بتاعه الاهلي هنبقى حافظين برضو طريقه لعب الترجي. طب تعالوا نشوف كده الترجي هيلعب ازاي بالطريقه بتاعته ازاي والتشكيله ازاي. دي تشكيله الترجي احنا عاملينها بطول الملعب، هي طبعا مش هتبقى بالشكل ده، لكن عشان اسماء عندكم تبقى حافظينها. كل جماهير النادي الاهلي وكل المتابعين للنادي الاهلي والمساندين للنادي الاهلي لازم تبقى عارفه واحد واحد من فرقه الترجي وامكانياتهم وقدراتهم عامله ازاي. ده انا كده طالع ولا الدنيا ايه؟ انا هقلب فيها دكتور توفيق عكاشه. ها ماشي، هنا ده معز الدين بن شرفيه، اعتقد ان هو ممكن يبقى هو اللي له البدايه، ده كده له البدايه. اوكي، ده له البدايه، يعني رامي الجريدلي او الجريدلي، رامي الجريدلي كان واحد من الحراس المميزين جدا، لكن عليه حمله دلوقتي هناك في تونس ان هو ما يبداش اللقاء مع شخصيه مؤيد او معين الشعباني. البدايه لسه، اعتقد ان هو هيتجنب الصدام مع الجماهير فهيبدا بده، اعتقد كده من خلال الرؤيه ومن خلال التوقع، اعتقد ان هو هيبدا بمعز الدين بن شرفيه. معز الدين بن شرفيه ورامي الجريدلي مش بعاد عن بعض في المستوى في الوقت الحالي، يمكن ده عنده خبرات كتير قوي، اللي هو معز الدين بن شرفيه عنده خبرات، بس هو حارس مرمى جيد على فكره مش وحش، يا يعمل احسن حاجه في الماتش يا يبقى وحش جدا، يا يعمل دور جامد جدا ورائع جدا، وده حصل معاه حتى في نهاية 2012 لما لعب الاهلي قدامه والاهلي كسب 2-1، لكن كان له دور كبير قوي ان النتيجه ما تروحش لاربعه وخمسه، صد ركله الجزاء من ابو تريكه وصد انفرادات من عبد الله السعيد وصد تسديدات من حسام غالي ومن وليد سليمان وسيد حمدي، عمل مباراه رائعه جدا في 2012، بس متهور شويه. يعني ايه متهور؟ يعني تلاقيه بيتحرك كتير. انا مش مدرب حراس مرمى لكن عندي خبره في المكان اللي زي ده، كان مثلا التعامل معاه يبقى ازاي، مش كل كره هتتحرك عليها ومش كل كره تتعامل معاها، يعني هتلاقي مستعجل قوي في الخروج، كرات عرضيه، كرات بينيه، كرات طوليه، كرات ما اعرفش ايه، سريع الحركه يعني دائب الحركه بشكل كبير قوي داخل عند حراسه المرمى، فتلاقي هنا وتلاقي هنا وتلاقي هنا وتلاقي هنا وبيلعب على التوقع. ففي ساعات المهاجم بيبقى ذكي، فساعات بيتعامل على دماغه فبيقع في المحظور اللي هو معز الدين بن شرفيه، اللي انا اتوقع انه هيبدا اللقاء مش رامي الجريدلي اللي هو الحارس الاساسي في الفتره اللي فاتت، والراجل اللي هو معين الشعباني بيدافع عنه جدا في الاعلام التونسي هناك، اللي هو رامي الجريدلي ده بيدافع عنه معين الشعباني جدا، لكن معين الشعباني يعني مش ما اعتقدش ان هو هيستحمل ان هو يلعب رامي وبالتالي في انتقادات عليه فيخسر، فيبقى وهو مدرب لسه صاعد برضه، فاعتقد ان هو هيلاعب ده. يعني هم الجماهير التونسيه او الاعلام التونسي بيقول على رامي ان هو كان السبب في الاهداف اللي دخلت في اول اغسطس سواء كانت في انجولا او حتى الهدفين اللي دخلوا في رادس. طيب ايا كان حارس المرمى شرحت لكم مميزات ده ومميزات ده، لكن السرد باكين مش هيخرجوا عن الاثنين دول. ده اسمه شمس الدين الزوادي، اسمه شمس الدين الزوادي، اوكي، عنده تقريبا 30 سنه، وده خليل شمام. خليل شمام هو القائد، خليل شمام ده القائد بتاعهم، دول السرد باكين. خليل شمام ده باك ليفت في الاساس، باك ليفت في الاساس، ما لعبش الماتش اللي فات لانه كان عنده طرد. لعب واحد اسمه محمد علي اليعقوبي، محمد علي اليعقوبي جاب جول، رغم ان هو جاب جول لكن اعتقد ان معين الشعباني برضه هيلعب بده لخبرته الكبيره جدا جدا اللي هو خليل شمام. طيب في حد يقول لك طب ما ممكن يلعب محمد علي اليعقوبي وخليل شمام يلعب باك ليفت مكان الراجل ده اللي هو ايمن بن محمد. ايمن بن محمد ده لعيب مش بقاله كتير في الترجي، هو جه السنه اللي فاتت في اواخر السنه اللي فاتت تقريبا في 2017 تقريبا، هو مش كان محترف في الدوري الايرلندي تقريبا، يعني في الدوري الايرلندي، وهو تونسي الجنسيه بالتاكيد، وبيقولوا عليه علي معلول الثاني،
يعني علي معلول الثاني ده وصفه هناك، لكن انا هتكلم على قدراته ان هو بيلعب في الهجوم او العمق الهجومي زي علي معلول بالظبط، يعني دايما بياخد من ورا الباك الباك رايد وما بين السرد باك، الحته اللي ما بين الباكين او السرد باك والباك زي علي معلول بالظبط، قريب جدا من ريتم علي معلول، وده خطر جدا 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 جدا. واخطر حاجه على الاهلي، افتكروا كلامي كويس قوي قوي، اخطر حاجه على الاهلي هتبقى الراجل ده ويوسف البلايل اللي قدام، هيبقى ايمن بن محمد ويوسف البلايل اللي قدام هيبقوا الاثنين ناحيه احمد فتحي. احمد فتحي هيبقى محتاج مساعده مهمه جدا من اللي هيلعب قدامه. اخطر حاجه على الاهلي هتبقى في مواجهه الاثنين دول، ايمن بن محمد ويوسف البلايلي في مواجهه احمد فتحي. لو مفيش مساعده مع احمد فتحي هيبقى الامر صعب جدا، لازم هيبقى فيه مساعده. ليه؟ لان كل مره بيلعب خليل شمام هو بطيء، كل مره الاهلي بيواجه الترجي كان بيلعب خليل شمام هو اللي في الباك ليفت، هو بطيء، فبالتالي ما كانش بيبقى فيه صعوبه شديده قوي، لكن ده عنده سرعه كويسه وعنده تحرك في العمق رائع جدا، فبالتالي لازم اللي يلعب قدام احمد فتحي من الجناحين يكون عنده قدرات دفاعيه كويسه، لازم يرجع مع ده، لازم يرجع مع ده. هتقول لي احنا بنلعب على ارضك وارضنا ووسط جمهورنا ومطالبين بالهجوم، الكلام ده انا يعني بحترمه جدا واقدره، لكن في نهايه في عالم كره القدم لازم تعرف تدافع كويس قوي عشان تعرف تجيب جوال وعشان تغير من الدفاع للهجوم وانت كمان يعني منتشر بشكل كويس، فما ينفعش يبقى في حاله عندك 2-1 على طول او 2-1 بشكل مستمر يعني. طيب نرجع تاني للتشكيله، يبقى شمس الدين الزوادي وعندك خليل شمام وباك ليفت ايمن بن محمد وباك رايت سامح الدربالي. سامح الدربالي، سامح الدربالي ده واحد من العناصر القديمه شويه في فرقه الترجي وخبره كبيره جدا، والسنه اللي فاتت كان له تجربه مع اهلي طرابلس لو تتذكروا، لعب قدام النجم الساحلي في دور الثمانيه السنه اللي فاتت وخد سنه كامله مع اهلي طرابلس، لكن الاساسي بتاعهم كان ايهاب المباركي، اساسي بتاع فرقه الترجي ايهاب المباركي، هم اضطروا يرجعوا سامح الدربالي ده، اضطروا يرجعوا سامح ده، هو مدافع قوي جدا وصلب جدا وحته القدرات الهجوميه واحد ضد واحد مش عالي قوي، لكن بيستخدم قوته واشتراكاته والتحاماته قويه جدا، لكن الاساسي كان ايهاب المباركي. ايهاب المباركي ده راجل اتعور عنده رباط صليبي، فبالتالي تم ابعاده، هو رجع الماتش اللي فات ولعب قدام حمام الانف المباراه من اولها، لكن اعتقد ان هو مش هيدفع بيه ولا هيغامر بايهاب المباركي اللي هو الاساسي اصلا في وجود سامح، وخصوصا انت بتلعب في المباراه النهائيه، لكن الاساسي هو ايهاب المباركي. ايهاب المباركي عشان تتذكروه او تفتكروه بشكل كويس قوي، واحد طريقه لعب ايهاب المباركي اللي هو لسه راجع من الاصابه ايا كان البطوله واهميتها، لكن ايهاب المباركي ده عنصر مهم جدا ورائع جدا وممتاز جدا، وانا من الناس اللي كنت معجب جدا 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 معجب جدا باداء ايهاب المباركي اللي هو كان تسبب السنه اللي فاتت في ركل الجزاء. لو يا سمير تتابع معانا كده السنه اللي فاتت يعني كان السبب الرئيسي في ضربه الجزاء اللي اتعملت على شريف اكرامي لو تتذكروا السنه اللي فاتت. والحقيقه الكره التونسيه عندها حاجه رائعه جدا، الباكين من احسن الباكات القاره سواء كان الباك رايت او الباك ليفت ايهاب المباركي او حتى حمدي النجاز مع الزمالك او علي معلول مع الاهلي او ايمن بن محمد، واخدين 10 على 10 في التحرك في العمق الهجومي. دي ركله الجزاء، بص الراجل ده فين، بص الراجل ده فين اللي هو ايهاب المباركي ده، بصوا فين، بصوا بياخد فين، شبيه جدا جدا بحمدي النجاز، شبيه جدا بحمدي النجاز، قريب جدا من طريقه لعب حمدي النجاز، بياخد العمق بشكل رائع جدا جدا، بياخد من ورا الباك ممتاز جدا، بياخد المساحه اللي ما بين السرد باك والباك بشكل ممتاز جدا، قريب جدا من طريقه حمدي النجاز. وهنا بس هو مش هيلعب، مليار في المية مش هيلعب، مليار في المية مش هيرجع، ارجع لي بقى كده مش هيلعب. خليني اقول لكم الإشادة بالكرة التونسية في الحتة دي ليه؟ واضح إن هم من صغرهم كده في ناس بتشتغل معاهم بشكل كويس، مش صدفة هي، يعني ما تقنعنيش إن دي صدفة، لأ، ده في ناس من قطاع الناشئين بتشتغل كويس مع إيهاب المباركي ده ومع أيمن بن محمد ومع علي معلول ومع حمدي النجاز، يعني بالطريقة الكويسة قوي، يعني أنا ما شفتش في الكرة العالمية، ما شفتش في الكرة العالمية زي داني ألفش لو تتذكروا طبعًا، لعيب الباك رايت الرائع جدا البرازيلي اللي كان موجود في برشلونه، دول قريبين من طريقه اللعب الحركي، طبعا مش طريقه اللعب بشكل عام لكن الحركي، بيتحركوا بشكل كويس قوي، اللي هو الراجل مع جارديولا كان داني ألفش عامل الموضوع ده رائع جدا، كان الجناح بيخش لجوه وهو بياخد على طول في المساحه اللي بتفضل اللي الجناح بيفضيها، هم بيعملوا كده في تونس بشكل ممتاز جدا. طب ارجع للتشكيله ثانيه، يبقى شمس الدين الزوادي وعندك خليل شمام وعندك ايمن بن محمد وعندك سامح الدربالي، في النص دهيتين، في النص دهيتين،
يعني فرانك كومب اللي هو اللاعب الكاميروني الكاميروني احسن واحد موجود يمكن في القاره في الوقت الحالي في المكان ده، في المكان بتاع وسط الملعب ده مع حسام عاشور. لكن فرانك كومب ده وكولوبالي هم دهيتين دهيتين بجد، ومن اخطر الحاجات اللي عند النادي الاهلي او اللي هتواجه النادي الاهلي لو سبتهم يلعبوا براحتهم ما بيفقدوش الكره بسهوله، الكره من رجل لرجل، بيبقى موجودين في كل مساحات الملعب، بيبقى موجودين حلول لكل اللعيب معاه الكره في الملعب. فلو ما اتضغطش على فرانك كومبو ما اتضغطش على كولوبالي الاثنين هيبقوا صعب جدا. الاثنين فرانك كومبو يا سمير وكولوبالي الاثنين الاثنين دول الاستاذ ده والاستاذ ده، ده اخطر شويه، ده اخطر شويه اللي هو كومب شويه يعني بيعرفوا رجله بتاخده لحد الملعب الثاني وال18 وبيطلع في الكرات الثابته رغم ان هو قصير ومالوش رقبه، لكن في النهايه هتلاقيه يعني بيطلع وخطر جدا. الاستاذ ده بقى يعني كورته حلوه جدا، طويل جدا، الكره بتاعته ممتازه زي ما قلت لكم، بيبقى حل في كل انحاء الملعب، لكن عنده عيب خطير جدا بكل الصفات اللي انا قلتها ديت. عنده مشكله بدنيه رهيبه جدا جدا. يعني هتلاقوا الاهلي وهو بيلعب الترجي الشوط الثاني تحديدا كل الموضوع رايح للاهلي بسبب ده. بسبب الاستاذ ده، ليه بقى؟ لان هو عنده الحته البدنيه بتقل قوي، الضغط بيقل قوي، فبالتالي نص ملعب بيبقى مسيطر عليه الفرقه الثانيه او الفرقه الاخرى، وتحديدا بقى يا سلام لو كان حسام عاشور وعمرو السوليه في حالتهم. السنه اللي فاتت في مواجهه الترجي هناك في تونس كان الاستاذ ده، بص ارجع بس معلش هبدا من الاول عشان تشوفوا الراجل ده بيرجع ازاي. بص اهو ده هو ده كده، مش لو انتوا بس لو انا لو طالع في الكاميرا ولا لا، ده بص ترط خفيف قوي رغم ان احنا كنا في الدقيقه 55 او 57 اللي هو ده 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 لعيب نص الملعب. ده كان في الجون الاول، تعالى الجول الثاني بقى، تعالى الجول الثاني يا سمير، ده الجول الثاني. بص برضو هتلاقي نفس اكنها كربون كربون، الرجوع هادي جدا جدا، لكن في الشوط الاول بيبقى شعله نشاط، ضغط وتمرير وتواجد في اماكن صح. ده فرانك كومب اللي اتكلمنا عليه في الاول، لكن ده كولوبالي. يعني ارجع لي تاني بقى، خلاص مفيش مشكله، خلاص اللي هو ده ده اوكي. طيب اتكلمنا على ماشي، انا المفروض باصص والله ماشي، تعال على التشكيله مره تانية. التشكيله مره تانية يعني اتكلمنا على سامح الدربالي، واتكلمنا على ايمن بن محمد، واتكلمنا على الدهيتين دول فرانك كومب وكولوبالي اوكي، واتكلمنا على معز الدين بشرفيه وشمس الدين زوادي وخليل شمام. يبقى التلت الاخطر لفرقه الترجي المكون من رباعي، رغم ان ده جيلان الشعلالي اسمه كده، جيلان الشعلالي اللي هو جاب الجول الثاني لو تفتكروا السنه اللي فاتت من كره ثابته كده، طبعا كان خطا لكن في النهايه هو اللي جاب الجول الثاني هنا في برج العرب. ده محرك جدا وبيستخدمه الراجل، لو بيلعب 4 3 3 بيبقى الراجل ده لو كولوبالي نزل جنب كومب هنا 2 ده بيشتغل قدامهم، بس عاده بيروح ناحيه اليمين، شماله بيبقى قليل شويه ما بيروحش ناحيه الشمال كتير، لكن لو اشتغلوا 2 لو اشتغلوا 2 لو لعبوا 4 2 3 1 مثلا ده بيروح ناحيه اليمين شويه اللي هو جيلان الشعلالي ده، وده بينزل شويه كده. لكن اعتقد ان هم هيبداوا بالطريقه اللي احنا عاملينها دي اللي هو 4 1 2 3 مثلا او 4 3 3 بالشكل العام. يعني فرانك كومب هيبقى كده في النص، وعلى يمينه كولوبالي بس راجع سنه، وعلى شماله جيلان الشعلالي اللي هو ده اوكي. جيلان الشعلالي تسديدته كويسه، رتمه كويس، سرعته كويسه، بيعمل كروس كويس، بيكمل مع المهاجمين كويس، خطر جدا، دؤوب جدا، نشيط جدا اللي هو جيلان الشعلالي ده، ما بيستغناش عنه في اللقاءات الخارجيه تحديدا، في اللقاءات الخارجيه. يمكن في اللقاءات الداخليه بيستخدم واحد اسمه سعد بكير او سعد بقير اللي هو بقاف، يعني سعد بكير او بقير، لعيب اشول بيلعب هناك 4 2 3 1 اللي هو اي مدرب سواء الفوز البنزرتي بقى ولا خالد بن يحيى او حتى معين الشعباني. لكن اعتقد هنا في مصر بقى المباراه الاولى الثانيه هنشرحها برده بالتاكيد لما يجي وقتها، ده هي في الحته دي، يا اما هنا يا اما هنا جنب كولوبالي وجنب فرانك كوم. طيب التلت بقى الاخير ده المزعج اخطر لعيب في القاره الافريقيه او في البطوله الافريقيه تحديدا، مش في القاره الافريقيه منتخبات وانديه، لكن اخطر لعيب في البطوله الافريقيه الاستاذ ابو دقن ده اللي هو انيس البدري. ارقامه رهيبه جدا، ارقامه رهيبه جدا، عامل شغل رائع جدا، هو جايب 4 تجوال من اصل ال15 اللي جابوهم، لكن عامل اسيست حوالي بتاع 9 من
ال 15 اللي جابوهم، يعني مشارك في حوالي اكتر من 80% من الاهداف اللي احرزها الترجي اللي هو الاستاذ ده اللي هو انيس البدري. كورته كويسه، واحد على واحد كويس، بياخد على المرمى كويس، كرات ثابته بيعملها مش بطال، بيرجع عنده وجبات دفاعيه برده ملتزم بيها، فهو اخطر واحد، حلوله كويسه جدا زي ما انا قلت، بيشتغل مع طه الخنيسي المرشح ان هو يبدا، وممكن يلعب هيثم الجويني. وطه الخنيسي يعني برضو هنقول في وقتها، لكن انا هتكلم في الاستاذ ده، الاستاذ ده خطر، يعني خطر جدا جدا، اميز واحد فرقه الترجي من حيث الارقام اللي هو انيس البدري. الناحيه الثانيه انا هتكلم على دلوقتي انيس يوسف البلايلي. يوسف البلايلي هو لعيب جزائري موجود في فرقه الترجي بقاله بتاع 3 سنين ولا حاجه، اوكي، يعني بياخد بشكل دؤوب طبعا، مستمر اساسي وكل حاجه، جايب هدفين من اصل 15، لكن واحد ضد واحد برضه خطر. عشان كده بقول لكم اخطر حاجه هتواجه الاهلي الاثنين دول ايمن بن محمد ويوسف البلايلي. احمد فتحي لازم يكون معاه واحد بيساعده. احمد فتحي اقوى دفاع على مستوى القاره في كل البطولات، سواء كان المنتخبات او انديه، على عيني وراسي، لكن لازم واحد يكون مساعد احمد فتحي مع الاثنين دول، وتحديدا لما الاستاذ ده انضم لفرقه الترجي اللي هو ايمن بن محمد. السنين اللي فاتت كان خليل شمام عنده بطء شويه، فما فيش مشكله، احمد كان بيقوم بالواجب، واجبه بيوصل لنا، لكن المره دي لازم واحد يدافع مع احمد فتحي بشكل كويس، وخصوصا الجناح اللي هيبقى قدام احمد فتحي. يوسف البلايلي خطر زي ما قلت لحضراتكم، بيتعاون مع انيس البدري بشكل كويس قوي، ساعات مش كتير، ساعات بيتم التغيير ما بينهم، سواء كان انيس البدري او يوسف البلايلي بيتم التغيير ما بينهم، ده بيروح هنا وده بيروح هنا، لكن مش كتير، لان ده عدل، ده بيعرف الاثنين، يعمل الاثنين، لكن ده عدلته هنا بس، يعني عدلته الاخطر، ده بيعرف يعمل هنا وبيعرف يعمل هنا، بس ده اخطر هنا، 90% من لقاءاته او مبارياته بيلعبها هنا في الحته دي. نيجي للكابتن ده اللي هو طه الخنيسي، من الناس اللي انا كنت معجب بيها جدا جدا السنه اللي فاتت، وما زلت ومصر ان هو من احسن الناس اللي موجوده في القاره على المستوى الهجومي، لكن ارقامه السنه دي يا رب تفضل كده، بقى له 14 مباراه افريقيه ما جابش اهداف من السنه اللي فاتت، لانه تعرض لاصابه كانت كبيره شويه وتم على اثرها بالتعادل من المنتخب حتى في كاس العالم، لكن رجع مش بنفس الحاله الاولى، فان شاء الله الرحمن يفضل بالحاله اللي هو فيها اللي هو طه ياسين الخنيسي. انا كنت من الناس اللي هي يعني اتمنى ان هو كان يبقى موجود في الدوري المصري وتحديدا في النادي الاهلي، لكن ارقامه السنه دي صعبه شويه، حتى الاعلام التونسي ضاغط بشكل كبير ان هو يبدا بهيثم الجويني اللي هو احرز هدفين السنه دي في البطوله ديت. هيثم الجويني محطه، جسم كبير قوي، الملتحم في كل كره، الكرات مشترك، بيقف على الكره بشكل كويس، بيسدد بشكل كويس، لكن قناعات الفنيه لكل المدربين اللي تابعوا الراجل ده ومرنوه طبعا بتميل لطه ياسين الخنيسي عن هيثم الجويني. هيثم الجويني لو مقارنه مع وليد ازارو، كل الارقام تروح لوليد ازارو بالتاكيد، كل الارقام تروح لوليد ازارو، فوليد ازارو عامل ارقام مختلفه وكبيره عن الاستاذ ده اللي هو طه ياسين الخنيسي، اللي انا مقتنع جدا بامكانياته وقدراته ومهاراته، لكن يعني بعيد جدا عن مستواه السنه دي، ويا رب يفضل كده طول المباراتين. ارقامه تروح كلها لوليد ازارو، لعب مباريات دوري المجموعات مثلا وليد ازارو لعب 8، ده لعب 9، وليد ازارو مثلا في دوري المجموعات لعب 720، ده لعب 563، وليد ازارو سجل ما شاء الله 6، هو ما سجلش حاجه خالص، صنع اهداف وليد ازارو 2، ده صنع اهداف 6 مش قليل برضه، صنع او حصل على اخطاء 14 وليد 17، محاولات على المرمى 14 وليد 31، محاولات على المرمى 21% و39%. اخطر حاجه في طه ياسين الخنيسي ان هو راجل بيتحرك عادي جدا جدا جدا، وفي لحظه مش بيسرق بس، بيخطف المهاجم او السيرد باك في لحظه واحده بس، فبيسبق على طول المهاجم او اسف السيرد باك او الباك اللي مكلف برقابته في لحظه، وهو الفرود يعني مش محتاج اكتر من ثانيه او لحظه بس يبعد بيها خطوه عن المدافع ويبقى معاه الباسورد بتاع حارس المرمى او الباسورد بتاع الشبكه. فطه ياسين الخنيسي حذاري من الراجل ده لو لعب، لان هو عنده القدرات والامكانيات، وانا دايما اقول ان ممكن تبقى حالتك وحشه لكن امكانياتك وقدراتك كويسه. لو ما بداش وبدا هيثم الجويني خلاص بقى، يبقى كولوبالي او سعد سمير يتعامل مع الموقف. طيب خلاصة القول ده، لأن بكرة هنأكد على حاجات تانية ومواجهات تانية، خلاص خلاصة القول ده بأكد على خطورة الجانب الشمال المكون من أيمن بن محمد ويوسف البلايلي، ويوسف البلايلي خطورة النادي فرقة الترجي هنا وهنا، والقنبلتين دول
ده رغم ضعفه اللياقه البدنيه اللي بتبقى في الشوط الثاني، لكن كورته كويسه جدا. وفي عالم كره القدم لو انت عندك فرقه بتلعبك عندها كره كويسه واستحواذ كويس، لو ما ضغطتش عليها من الاساس في نص الملعب واديتهم المساحه ان هم ينقلوا الكره بيبقى الامر صعب شويه. فرقه الترجي هي اقل فنيا من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان عندهم يوسف الدين بن فخري او فخر الدين بن يوسف، اسف، فخر الدين بن يوسف، وكان عندهم كمان يعني في فرقتهم فرجاني ساسي. هيطلع من عيني فرجاني ساسي ده، طالع من عيني فرجاني ساسي ده. طبعا كان موجود في فرقة الترجي السنة اللي فاتت، وكان موجود فخر الدين بن يوسف السنة اللي فاتت، وكان سعد بكير في حالته الفنية العالية، وكان طه ياسين الخنيسي في حالته الفنية العالية. ففرقة الترجي السنة اللي فاتت كانت قوية جدا جدا، تمام. لكن السنة دي في آخر حوالي 15 20 يوم استوعبوا أو استرجعوا كتير جدا من قوتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، ويبقى فرقة الترجي هي الفرقة الأقوى مع النادي الأهلي أو بعد النادي الأهلي على طول من حيث الأرقام الإفريقية. يبقى هنتكلم في الموضوع ده فنيا على مدار يومين، النهاردة بدأناها وبكرة إن شاء الرحمن هنأكد عليها من اللقاءات اللي اتكلمنا فيها سواء كانت فنيا أو التشكيلة اللي عرضناها مع بعض. يبقى بس شكلهم في الناحية الدفاعية هيبقى عامل إزاي، هاتوا يا سمير كده بسرعة لو سمحت، وهجوميا هيبقى عامل إزاي، وبعد كده هنستقبل ضيوفنا كابتن شريف وكابتن أسامة حسني. خلي في الحته الدفاعيه، في الحته الدفاعيه خطوطهم بتبقى قريبه جدا، والميزه اللي عند الترجي زي ما قلت لكم من خلال برضو الارقام مش مع الاهلي بس، من خلال الارقام ان هو بيروح بيبقى قمه تركيزه الدفاعي وبيعرف يعمل واجب دفاع او بيعرف يعمل جيم دفاعي على اعلى مستوى. ده خياله، تخيلوا ده وقفه الترجي على المستوى الدفاعي كده بالظبط. ده شمس الدين الزوادي، الاخ خليل شمام، ايمن بن محمد، وسامح الدربالي، وكومب، وكلوبالي، والشعلالي، وطه ياسين الخنيسي، ويوسف البليلي، وانيس البدري. الوقفه دي الخطوط قريبه جدا، العناصر قريبه جدا من بعض، الحركه فيها قليله. هنا عشان تخترق ده حاجه من اتنين، يا تنجح ان انت دول يطلعوا لقدام شويه فتبقى في مساحات بسرعه وليد ازارو تستغلها بشكل كويس جدا، يا اما يبقى عندك حل فردي يبقى تحل بيه التكتل الدفاعي اللي فيه ده. وده متوسل ان شاء الله الرحمن هيبقى عندنا في وليد سليمان او احمد حمودي لو تم اشراكه. على العموم الخطوط بتاعتهم تبقى قريبه جدا في الخط، الحته الدفاعيه. في الحته الهجوميه بيعملوها نموذج برضو، بيعملوها بشكل كويس. دي الجزء الهجومي، انا شايف ان هو لو عمل كده، لو عمل كده بالشكل ده وتم يعني ترحيل الناس بالشكل ده هيبقى في صالح الاهلي، لان المساحات هنا هتبقى كويسه، فعنصر السرعه يبقى في صالح الاهلي. ده شمس الدين الزوادي، وده خليل شمام، وهنا الثلاثه دول سامح الدربالي اللي هو الباك رايت اصلا مع ايمن بن يحيى، وده بيغطيهم سواء كان هنا ورا سامح الدربالي او هنا ورا ايمن بن محمد، وقدامه كلوبالي والشعلالي. وزي ما قلت لحضراتكم الشعلالي ما بيميلش ناحيه الشمال رغم ان هو موجود على المكتب على التشكيله كده، لكن رجليه بتاخده ناحيه اليمين على عدلته. وانيس البدري وطه ياسين الخنيسي ويوسف البليلي. دي الحالات الهجوميه والدفاعيه لفرقه الترجي. بكره هناكد مش اللعيبه بس اللي هتلعب مع الترجي، مش اللعيبه بس، احنا كمان بنلعب مع الاهلي، وانتوا كمان كجماهير العبوا مع الاهلي، العبوا مع الاهلي من خلال المدرجات وتشجيعكم ومساندتكم واذركم لفرقه الاهلي في المدرجات. يعني خلوا فرقه الترجي تبقى عارفه كويس قوي قوي رغم خبراتها وبنحترمها، وهم على راسي من فوق الحقيقه، لان انا ما شفتش منهم غير كل خير في التعامل الاداري او التعامل التنسيقي ما بيننا وما بينهم. تبقى 90 دقيقه اللي يكسب الاحسن واللي ربنا كاتبها له يعني، لكن في النهايه ليهم كل التحيه والتقدير الحقيقه من خلال معاملاتنا السابقه. ده كان كلامنا في النص الاول من ملعب الاهلي. بكره هناكد على نفس المعنى بس بحالات تانية مختلفه، سواء كانت كرات ثابته او تحركات لبعض اللعيبه او لبعض الجمل من المجموعات اللي موجوده في فرقه الترجي. هنطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا كابتن شريف وكابتن اسامه، نتكلم اكتر واكتر من خلال رؤيتهم على الاهلي والترجي.